عن مشروعي سويتي هيفن. سويتي هيفن از ا ويب سايت بيشتغل عليه دلوقتي معايا تيم. التيم ده بيتكون من ديفلوبر وديزاينر وماركتير وبروجكت مانجر. الفكره بتاعت سويتي هيفن جات لي من خلال ان انا ام وان انا بشتغل. سويتي هيفن هو ريوردنج سيستم، تمام؟ الفكره كلها ان انا عندي طفل اسمها هاديه. هاديه زيها زي كتير من الاطفال اللي في سنها واللي اكبر منها قاعدين على الكمبيوتر لوحده، واهاليهم برضو قاعدين على الكمبيوتر لوحده. اللي احنا عايزين نعمله في سويتي هيفن ان احنا عايزين نكونكت الاهل والطفل من خلال ويب ابلكيشن بتفيدهم هما الاثنين. سويتي هيفن ريوردنج سيستم، من خلاله الطفل بيدخل على الويب سايت بيلاقي مجموعه من البرودكتس، بس ما بيلاقيش عليها سعر فلوس، بيلاقي عليها سعر بالونات. يعني مثلا هدي هتدخل هتلاقي العروسه اللي هي نفسها فيها ب 50 بالونه. طيب هتجيب ال 50 بالونه ازاي؟ هتجيبها من خلال ان هي هتفق معاها ان هي لو خلصت الواجب بتاعها هتاخد 5 بالونات، لو غسلت سنانها هتاخد بالونتين. كل ما هتعمل حاجه تيجي تقولي وهدخل انا وهي اونلاين عشان اديها البالونات، ولو انا مش موجوده في كونفرنس زي دلوقتي هتقدر تدخل على البروفايل بتاعي وتسيب لي نوت يوصل لي بيها نوتيفيكيشن، نوت او صوره، تمام؟ خلال العمليه دي ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا عملت موتيفيشن لهاديه، قعدت معاها اتعلمتها انها تختار من خلال ان هي عملت الويش ليست بتاعها، وفي نفس الوقت بعد 10 سنين من دلوقتي هيبقى عندي هيستوري لهاديه بكل الاتشيفمنتس وكل اللعب بتاعتها. في عنصر مهم جدا دلوقتي هو المدرسه. المدرسه كمان تقدر تدخل على البروفايل بتاعت الاهل وتسيب نوتس او تريكومند بالونز عشان هو عمل حاجه كويسه في المدرسه. احنا نزلنا اوريدي واتكلمنا مع المدارس والبلاي سكولز كلهم ار انترستد بالفكره، واوريدي احنا خدنا اور فيرست ديل والجيمز. جيمز از انترناشونال بلاي سكول موجوده في 100 مدينه على مستوى العالم. طيب الماركت بتاعنا، التارجت سيجمنت بتاعتنا هي الاطفال من سن 3 ل 13 سنه. الاحصائيات بتقول اكوردنج للاحصائيات ان البوبيليشن بتاع مصر 85 مليون. السيجمنت دي اللي احنا بندور عليها هي ربع البوبيليشن ده، يعني 21 مليون طفل. احنا لو افترضنا ان 10% منهم هم اللي بيستخدموا الانترنت وهيبقوا اليوزرز بتوعنا، ده معناه 2 مليون طفل. بالنسبه للريفينيوز احنا افترضنا ان ال 2 مليون طفل دول اهلهم بيصرفوا 20 جنيه بس في الشهر ريوردز وجيفس للاطفال، ده معناه 42 مليون جنيه. لو احنا قلنا ان احنا هناخد 1% بس من حجم الترانزاكشن اللي بيحصل ده معناه 400,000 جنيه في الشهر. Along with اشتراك شهري الاهل ممكن يدفعوه عشان سويتي هيفن يبعت لهم ريبورتس عن اطفالهم من خلال البيهيفيرز بتاعتهم على الويب سايت. او ان احنا بالاتفاق مع ناس متخصصين في سيكولوجيه الطفل نتيح للاهل فرصه ان هم فري تشات او ان هم يبعتوا رسائل يسالوا فيها الناس المتخصصه دي عن ولادهم. طيب هنتارجت الماركت بتاعنا ازاي؟ هيبقى من خلال البلاي سكولز، المدارس، هنعمل فيسبوك تارجتد ادز، هنروح للاماكن اللي هي بتبقى موجوده للاطفال في النوادي والمولات. الكومبيتيشن، في ويب سايتس بتتارجت الاهل وفي ويب سايتس بتتارجت الاطفال، بس ما فيش ويب سايت دلوقتي بيتارجت ان هو يقعد الطفل والاهل والمدرسه في نفس المكان من خلال ريوردنج سيستم يعمل موتيفيشن للطفل. سو احنا الناس الاوائل اللي بدات في الموضوع دوت، والاذر والبارير اوف انتريز اللي هتخلي بعد كده صعب ان احنا يبقى عندنا كومبيتيتورز هم الاهل. هيبقوا فيري كين ان هم يحافظوا على الكيدز هيستوري، الكيدز اتشيفمنت هيستوري بتاع اطفالهم، وان احنا هنعمل اكسكلوسيف ديلز مع السبلايرز ومع السكولز والبلاي سكولز. خير ان شاء الله. انا فين؟ طيب بالنسبه للكوست ستراكشر بتاعنا، احنا عندنا كوست ستراكشر سابر وهو ايجار المكان والسيرفر والهوستنج، وعندنا متغير هو الماركتنج كامبين والسالاريز، اذ ان ده بيتغير اكوردنج للفيتشرز وعدد الموظفين.
وبالنسبة للفيوتشرز بلانز بتاعتنا، احنا هنعمل موبايل اند ايباد ابلكيشن. السلوجان بتاعنا هو ويننج جيرني، عشان كل الناس هتبقى ويننج والانفستور كمان. كمان جوين اس، اي بليف اي كان دو ات،